هبة مرحبا بك. ما جديد ما يجري ويتم تحديثه من قبل قادة إسرائيل الأمنيون والعسكريون منهم على وجه التحديد، وفيما إذا كانت هناك أي معلومات حول وقف إطلاق النار أو هدنة في لبنان؟ نعم، دعني أشير بأن صافرات الإنذار قد تجددت، ولكن هذه المرة ليس على المناطق الشمالية إنما في المناطق الجنوبية في إسرائيل، وتحديدا في جنوب منطقة النقب وتحديدا في مصفات رامون. هذه المنطقة عادة ما يتم إطلاق المسيرات قادمة من الشرق بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، والتي تحدثت بأنه يقوم بفحص لماذا سمعت صافرات الإنذار بتلك المنطقة. حتى الآن لا يوجد تأكيدات من أين وصلت هذه المسيرة، إذا من اليمن أو من العراق. وكذلك سمعت صافرات الإنذار بمنطقة غلاف غزة، وتجددت صافرات الإنذار يعني في أقل من دقيقة بين الحادثتين. بما يخص الحديث في إسرائيل عن وقف لإطلاق النار، كان هناك حديث عن تفاؤل لأن إسرائيل هي تسعى إلى التسوية السياسية، ووزير الشؤون الاستراتيجية في واشنطن لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة حول التسوية مع جنوب لبنان، وكذلك الرئيس هيرتسوك يلتقي الإدارة أيضا الأمريكية في مناقشة ووضع أيضا حلول لتسوية مع جنوب لبنان. ونتنياهو يعتقد بأنه أقصى درجات أهداف الحرب التي قد وصلها من نجاحات هو اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله، لذلك هو يعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى تسوية بهذا التوقيت. ولكن لا يوجد تفاؤل في إسرائيل حقيقي، لأن إسرائيل لا تسعى إلى صفقة لتبادل الأسرى، وخاصة أن حزب الله كان قد ربط نفسه مع قطاع غزة، وأن أي وقف لإطلاق النار مع قطاع غزة من الممكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار مع جنوب لبنان. لذلك لا يوجد تفاؤل، وخاصة أن إسرائيل ما زالت تضع شرطا، وهو يعني السماح بالحرية العسكرية والأمنية في حال كان هناك خرق للاتفاق، وكذلك يعني شروط جديدة تريدها إسرائيل بالقرار 1701، وأي شرط جديد لهذا القرار يحتاج إلى تصويت مجلس الأمن. وإسرائيل تسعى بهذه الخطوة الآن، لأن يعني هناك توقعات لدى صناع القرار في إسرائيل بأن الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن ستقوم بالتصويت لوقف إطلاق النار مع لبنان وكذلك مع قطاع غزة، وأن الجانب الأمريكي واشنطن لن ترفع حق النقد الفيتو. لذلك نعم، إسرائيل ستسعى بهذه الفرصة لتحقيق ما أسمته الإنجازات العسكرية، خشية من أن يؤدي التصويت في مجلس الأمن للحدية في العمليات العسكرية، وأيضا خشية من أن لا تلبي هذه يعني أي قرار من مجلس الأمن شروط إسرائيل التي تريدها في أي تسوية مع جنوب لبنان.